وليش ما قلتيلي؟ بس ايش رايك انتي بالمفاجأة؟ ها نقول مبروك. سمعي ما ابيك تبي لي اسمه كامل ورقمه المدني عشان اعرف كم معاشه كم يملك، واهم شيء اذا وصلتي حق رصيده هذا شيء ضروري جدا، لازم اعرف رصيده بالبنك كم، لان هذه بنتك فهيه ما ادري ايش السالفه. من صدقك الحين بترد ولد الحلال بس علشان ما يملك وما عنده فلوس؟ اي شنو مزوجه اختي كذي بقط اختي ها ما عنده فلوس وياخذ اختي بارده مبرده؟ يما هذيل خواتي لازم احافظ عليهم اخاف عليهم، انت ما تدرين ابوي الله يرحمه وصاني عليهم برقبتي هذيل اطلعهم من الخير اللي عايشين فيه اقطهم بالفقر؟ ما صدقك يما انتي عدل كلامك يما، لازم تسوي وصيه ابوك. الله يرحمك يا ابو خالد. الله يرحم. الله يرحمك يا يبا. على طار الزواج يما، هذه بنت ساره مو متزوجه؟ سوير؟ اي أكيد متزوجة. ايش فيك؟ أدري مو عندها ريل؟ ايش عندها مطيحة عندي هي وعيالها هني ماكلة شاربة نايمة مخلصة الماي ببيتنا يما ايش عندها؟ زين ريلها معطيها مصرف؟ ما أدري صدق انه المفروض يعطيها مصرف اليومين. يما وفطم يعني هم ما يصير أتزوج قبل أختي العودة. ان شاء الله يا يما هي بعد بيي نصيبه وتتوكل على الله، بس انا ما اقدر اسكر بيبان بيتي وانا عندي وحده ثانيه. وليش ما تقولين خالد هو اللي يرفض الخطاطيب لليوم؟ اي خطاطيب يا يما؟ عوير وزوير واللي ما في خير. وبعدين ما تدرين يما يمكن بزواجك هي بعد تتوكل على الله ويخطبونها وتتزوج. اي بس انا ما راح اوافق الا اذا وافقت فطوم. لا يعني اذا ما وافقت ما تتزوجين؟ لا اللي تبي اختي هو اللي بيصير. خوش بالاول عندي بايره واحده الحين يصيرون اثنين. يمه ضايقه يشهد الله اني فرحت لك وايد مو شويه. يما انا الحين صرت بايره، انا الحين صرت ثقيله وما حد يحميني. ليش شنو السبب؟ مو من وحدك مو من حبيب قلبك؟ من لما كنت بالجامعه كان ياخذ عمتي، ولما توظف كان ياخذ معاشي وعمالي الممتاز والمناوبات والكنترول وكل فلوسي كان ياخذها. يما انت خرب خذ على معاشي ليش؟ ولمت على معاشي ليش؟ للحين ما ادري القات حق شنو؟ تقولين ليش ما حد ياخذني؟ مخليني جني حمار مكذبه اكلف ليل نهار عشانه. يما تعبت يما، هو خايف لما يزوجني الدياية اللي عنده اللي تبين ذهب تروح بس ما يبقى عنده شيء، واخر شيء اصير انا بايرة. ليش يما؟ ليش ما اصير حالي حال البنات عندي بيت وعيال؟ ليش يما؟ بدي ليش؟ شنو ناقصني انا؟ شنو ناقصني؟ بس يما بس يما بلغيهم انه ما عندنا بيت للزواج. بس خلاص انتوا اللي بس بس هلا 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 في العروس.
هلا بالغالية. استغفر الله. رضيضة خيط على فاية، لما تزوجتك نسيت منك مطلع خالد. تعبت والله تعبت. لو نطرنا لليل مو احسن؟ حرقه يما الشمس بحتني، وانت شوي شوي يما عشان اقدر الحق عليك. والله تعبت. سارة سويرة يما لحق علي، تكسرت يا يما. تكفى فاطمة نزلي، الله يخليك، كافي اللي قاعد تسوينه، كافي، أنا مو ناقصة. حاوتي الله يخليك نزلي. تكفى نزلي، الله يخليك، أبوس إيدك، أبوس رينك. تكفى نزلي نزلي بعد. والله خلاص نزلي نزلي. اذا صار في شيء اموت والله والله. انتي عبالك ان انا مضايقه وزعلانه لانك بتتزوجين؟ بالعكس، انا اتمنى لك الري اللي فيه الخير، اللي يسعدك ويريحك. بس انا مو فايقه من امي. دانا اليوم طلعت لي بقلبها على لسانها. امي تشوفني بنظره مو حلوه. ليش؟ انا طول عمري كنت مستسلمه وخاضعه وذليله حق خالد. أنا أنتي لازم تتزوجين، ضروري تتزوجين. طول عمرك كنتي؟ وليش اليوم ما تكونين؟ وليش حاطة ببالك إذا تزوجت أنا بكون؟ تزوجي ولا تسمعين. شو اللي يفرق؟ أختنا سارة متزوجة، شو اللي فرق معاها؟ ستيل أقوم لها تزوجي وافتكي من البيت. لا يصير حظك نفس حظي.